هذا هذه تسأل، الظاهر إنها امرأة، تقول إن زوجها يلزمها بأن تقص شعرها على أنماط يرغبها وتصبغه، لا تطيعي زوجك، حرام هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، والمرأة توفر شعرها لأنه جمالها، وفي قصه تشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ألا يجوز قص الشعر لا سيما على هذه الأنماط؟ وإذا قصت شعرها وبالغت حتى جعلته كشعر الرجل فهذا حرام، لأنه تشبه بالرجل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم.